التيتانيوم اللي هي صلة المقالب اللي كانت بتستخدم كدايمنج روم، فاكرين صلة التيتانيوم؟ فهي أساسا بقى هنا بتستخدم كتريتلينيوم روم للاجتماع بقى الناس وإن هم ياكلوا كده، وهي الأوضة الكبيرة الأوضة الرئيسية اللي بتفتح عليها مجموعة من الغرف، ويقال إن هي كان بيفتح عليها الحمام. ولقينا تحت الأرضية دي بعض العملات الرومانية، بالإضافة إن إحنا لقينا بقايا للأنفراد في هذا المكان. تمام، إحنا عندنا هنا الغرفة دي مكونة من جزئين، أول جزء اللي هو الشريط اللي بره، والشريط اللي بره شايفينه اهو، الشريط اللي بره دي بشكل جيومتريكال كده خلاص بالأبيض والأسود، والجزء اللي في النص هو عبارة عن أشكال من الزخارف الهندسية المختلفة بنوع كده معين من فصول الفساء اسمه أبوستاسيلا. والشكل دوت كان ظاهر اكتر في شمال افريقيا اكتر، يعني الشكل دوت ما كانش ايه موجود او مستوحى في مصر كتير. بعد كده هنلاقي مجموعه اخرى من الغرف، مثلا الغرفه دي شايفين؟ طيب اول غرفتين احنا عندنا الغرفه دي فيها شكل سكوير وجواه شكل ورده متفتحه بنقول عليها البلومينج فلاور خلاص، ودي برده مصنوعه من الاوبوس ترميكيلاتو. والغرفه بقى ديت هي اللي تهمنا، وعشان كده اتسمت كل الفيلا باسمها، هي مجموعه من المربعات الصغيره خلاص، والمربعات الصغيره بتحوي كل واحده فيهم شكل من اشكال الطيور، زي مثلا ادي شكل الدب، شكل البيكو، شايفين شكل البيكو خلاص، شكل البارت بغبغان اوكي، حتى شكل فيه هنا شكل بيجن وهو بيشرب من ميه من كاس معين، هو كاس يوناني اسمه كانثاروس، ده احد اشكال الاواني اللي هي اواني الشرب اللي كانت بتستخدم خصوصا في عهد الاحتفالات الـ الاله ديونيسوس خلاص. وراه هنلاقي برضو شكل ارضيه اخرى تمام، وهي عباره عن الاي فيليبس، تعالوا كده معايا اوكي. دي أرضية أخرى خلاص، في النص هنلاقي شكل سكوير وفي النص شكل بانثر واقف تمام، وحواليه أشكال دوائر مختلفة، الدوائر دي عبارة عن أوراق كده نباتية بتكون شكل دوائر، وفي كل دائرة بنلاقي برضو أشكال يعني ديكوريتيف مختلفة، شكل هارت شايفينه، شكل البانشس اوف بوميجرانيت، شكل الرمان، شكل الرمان كان من الحاجات المستوحى حتى من الاسطوره اوكي. اشكال اللي هي الليف، الايفي ليف، الورقه الثلاثيه دي برده كانت مستخدمه بكثره كعنصر زخرفي واضح وقوي جدا. نرجع تاني للارضيه دي، نسيت اقول لكم ان حوالين كل المربعات عندنا شريط كان بيتقول اتقال عليه شريط المجدول، شبه الضفيره بتاعه البنات الصغيره، ده اسمه الجلوتشي بوردر. تخيلوا مدى صعوبه عمل حاجه زي دي بالاحجار، فالموضوع ما كانش سهل يعني تمام. اخر حاجه اكتشفوها سنه 2002 و2003 الارضيه ديت، والارضيه ديت بتمثل مجموعه من الاشرطه او الاطارات الزخرفيه